أجدد الشكر وأجدد التحيه بالهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية وكذا فعاليات سياسية ومناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على حضورهم اليوم من خلال هذه الندوة التي اخترنا لها عنوان الحركات الاحتجاجية بالمغرب رؤى متقابلة. نشكركم على الحضور ومن خلالكم كذلك نشكر الأستاذ فريد وكذا الأستاذ رهيبي على حضورهم لتقدير هذه الندوة. كما يعلم الجميع أننا تعرضنا للمنع، منع غير قانوني، منع خارج عن الدوائر القانونية والدستورية من داخل هذا البلد. هذا المنع الذي نعتبره تعسف ونعتبره خارج وضرب صارخ للدستور من طرف باشا المدينة الذي أغلق أبواب إدارته وهرب ولا نعلم لماذا. في الوقت الذي كان من داخل هذه المدينة وكما يعلم الجميع فضائع بالجملة، ناس كانت على رأس مسؤوليات مؤسسات المنتخبة كانت تحت الأنفاق لتهريب المخدرات كان يغض عنها الطرف، ولكن حزب مناضل حزب ديمقراطي يحفر الأنفاق من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل كرامة يمنع من داخل البلاد. ندين هذا السلوك، وكذلك عبركم نؤكد أن لنا اعتراض ميداني عن هذا السلوك خارج عن الدستور وخارج عن القوانين الجارية الآن. كذلك نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاجتماعية التي يعني يخرج من خلالها ساكنة المغرب احتجاجا على الوضع الاجتماعي الذي تعرفه البلاد. لذلك نعلن تضامننا مع حراك فيديك، الحراك الذي من خلاله ترفض ساكنة تفويت مائها الصالح للشرب لفائدة شركات معينة من داخل المدينة. لذلك نعلن تضامننا ونجدد هذا التضامن دائما ونطالب بالإطلاق الفوري للمناضل إبراهيم موهو. كذلك نتضامن مع ساكنة مدينة شراطة التي تتعرض للعديد من السياسات القبعية التي أصبحت يعني بين العيون بداخل المدينة، وكذا دائما أنهم يحاولون يعني يديروا معامل تتوسط ساكنة تسبب في التلوث وتسبب في الأمراض. كذلك عبرنا نتضامن مع ساكنة حزيمة ونطالب بإطلاق سراح أبنائها، يعني من العيب والعار سنوات داخل المعتقل، سنوات داخل زنازين الذل والعار من داخل هذه البلاد. عبركم كي لا أطيل أؤكد أن حزب رأي اليسار الديمقراطي بوجهه سيناضل ضد التهميش وضد الفقر رغم المن رغم كل ما يحال ضدنا، إلا أننا سنواصل نضالنا اليومي. وكذا هذه الندوة سنعتبرها مدخلا للعديد من النقاشات المستقبلية لا سواء عن الحركات الاجتماعية أو عن الوضع الاجتماعي الهش الذي يعني يعيش فيه المغربي والمغربية في داخل هذا الوطن. شكرا لكم على هذا الحضور الذي نعتبره حضور تضامني وحضور سيبني نقاش، لأن من خلال آخر المطاف يجب علينا أن نعرف مكان الخلل لنجد آليات للترافع عنها من داخل هذه البلاد. شكرا لكم جميعا، وأحيي الكلمة الأستاذ باركي حسب إرادة هذه الندوة وتحية لغاية.